متابعي قناة الجذور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد جدا بالعودة إليكم من جديد. بصراحة ليس هنالك ما هو أفضل من كأس عصير طازج وطبيعي، سواء بعد الإفطار أو بعد الرياضة إلى غير ذلك. نعم إخواني، لذلك خصصت لكم هذه الحلقة لكيفية صناعة هذا الجهاز الرائع جدا الذي يسمى بجهاز مضاد التخثر أو جهاز مضاد الترسب. مثل هذه الأجهزة فهي تباع بأثمنة لا يستهان بها. نعم إخواني، لذلك في الحلقة خصصت لكم كيفية صناعة هذا الجهاز الرائع. الجميل في هذا الجهاز يا إخواني أنه أولا لا يحتاج لشحن، ثانيا أنه بمجرد حمله عن هذا الحامل فهو يتوقف بشكل أوتوماتيكي، ويمكنك صب العصير الخاص بك وبعد إعادته إلى مكانه سوف يبدأ بالاشتغال بشكل أوتوماتيكي. بالنسبة لأي شخص مهتم بصناعة هذا الشيء فابقوا معي. بداية إخواني، نحن بحاجة إلى الكأس المخصصة للعصير أو الماء، يستحسن أن تكون من البلاستيك، فهي تتواجد في جميع البيوت على ما أظن بهذا الشكل. نأخذ الغطاء الخاص بهذا الإناء، ثم سوف نقوم بعمل ثقب هنا في الوسط تماما، ويستحسن أن يكون هذا الغطاء مسطح بهذا الشكل كما هو مبين. ثم نحن بحاجة إلى محرك كهربائي صغير، فهو غني عن التعريف أيا كان حجمه، ويستحسن استعمال محركات ذات فولتية ضعيفة جدا. على العموم هذا هو الثقب الذي قمنا بعمله، سوف نقوم بتركيب هذا المحرك. بالنسبة لطريقة تثبيته، لاحظ معي لدينا هنا ثقبين صغيرين في الجوانب، سوف نقوم بعمل نفس هذه الثقوب هنا في هذه العلبة لتثبيته بالبراغي. ثم نحن بحاجة إلى سلي كهربائي نحاسي سميك نوعا ما، سوف أقوم بقصه. وهذه هي أقطاب المحرك، سوف أقوم بتلحيم سلك أول مع القطب الأول وسلك ثاني مع القطب الثاني بهذا الشكل كما ترون، سلكين كل سلك في قطب. ثم باستعمال أداة التلحيم الساخنة سوف نقوم بعمل ثقبين صغيرين بجانب المحرك هنا وواحد هنا، ثم نقوم بإدخال كلا السلكين في هذا الثقبين وهذين الثقبين عفوا، هكذا كما ترون على العموم. ثم نعيد عمل ثقبين مرة أخرى في الجانب هنا باستعمال أداة التلحيم مرة أخرى، ثم نقوم بتمرير هذه الأسلاك مرة أخرى في هذه الثقوب الجانبية. ولا تنسى إغلاق كل هذه الثقوب باستعمال القليل من الغراء لمنع التسرب. ثم باستعمال علبة بلاستيكية كيفما كان نوعها سوف نقوم بإخفاء وتغطية هذا المحرك بالداخل، ونقوم بتثبيتها باستعمال الغراء. والآن هذا هو الغطاء الذي يحتوي على المحرك. لاحظوا معي عند تركيبه فإن هذه الأسلاك الكهربائية النحاسية السميكة تمر بجانب هذا المقبض البلاستيكي كما هو مبين. ما سوف نقوم به الآن هو كشف البلاستيك الذي يغطي هذه الأسلاك من هذا المكان، سوف نقوم بكشف عنه هكذا كما ترون. ثم نحن بحاجة إلى اثنين من الأسلاك النابضة التي تتواجد بداخل القلم إلى غير ذلك، نحن بحاجة إلى اثنين. نحن بحاجة أيضا إلى اثنين من الأسلاك الكهربائية الرقيقة نوعا ما، سوف نقوم بتركيب كل سلك مع سلك نابض أو كل سلك نحاسي مع سلك نابض بهذا الشكل. وهذا هو الإناء الخاص بنا، لاحظوا معي هذه الأسلاك النحاسية، سوف نقوم بإزالة هذا الغطاء نضعه جانبا ونقوم بتثبيت هذه الأسلاك هنا في الجوانب هكذا باستعمال الغراء، بحيث أنه بمجرد تركيب هذا الغطاء فإنه يحدث تلامس بين هذين السلكين وهذه الأسلاك النابضة. على العموم الآن هذا هو السلك المرتبط مع الأسلاك النابضة، سوف نتوجه إلى هنا إلى الأسفل، ثم نقوم بلف سلكين على شكل حلزوني كما هو مبين. نقوم بتركيب كل سلك حلزوني مع واحد من هذه الأسلاك المرتبطة مع هذه النوابض بهذا الشكل كما ترون، ثم نقوم بتثبيتها هنا باستعمال الغراء بهذا الشكل، حيث نقوم بوضع واحد في الوسط وواحد في الجانب لا يهم ان كان موجب او سالب. اما بالنسبه لهذا السلك فيمكنك اخفاءه بالقليل من الشريط اللاصق على سبيل المثال بهذا الشكل مثلا. ثم نحن بحاجه الى قطعه خشبيه سواء دائريه او مربعه الشكل، ثم نحن بحاجه الى شاحن هاتف كيفما كان نوعه، نقوم بازاله الراس والكشف عن الاسلاك الموجوده بالداخل. ثم نحن بحاجة إلى سلكين كهربائيين مكشوفين، سلك أول طويل وسلك آخر قصير تقريبا هكذا. نقوم بلف السلك الطويل على شكل سوار كما هو مبين، أما السلك القصير على شكل حلزوني هكذا. وهذا هو الشاحن الخاص بالهاتف، سوف نأخذ السلك الأول نقوم بتركيبه مع هذا السلك، أما السلك الثاني نقوم بتركيبه هنا. ثم نقوم بتثبيت هذه الأسلاك فوق القطعة الخشبية باستعمال الغراء بهذا الشكل.
بهذا الشكل، قطب في الوسط وقطب في الجانب، على سبيل المثال الموجب في الوسط والسالب في الجانب بهذا الشكل، حيث أنه بمجرد وضع هذه الكأس التي تحتوي على هذه الأقطاب فإنه يحدث تلامس، سواء وضعته بأي شكل هكذا فإنه يحدث تلامس بين هذا السلك في الوسط مع السلك في الوسط، أما السلك في الجانب فهو يلامس هذه الحلقة ويمرر التيار الكهربائي إلى هذا المحرك. ما يتبقى لنا الآن إخواني هو المجز الذي سوف نضعه بالداخل المسؤول عن تحريك العصير أو أي سائل سوف نقوم بصناعته. نحن بحاجة إلى حامل المعطف الذي يتواجد به سلك، فهو غني عن التعريف، باستعمال أداة حادة سوف نقوم بقصه بهذا الشكل وباستعمال أداة مناسبة بهذا الشكل، هذا هو المجز، ثم باستعمال أنبوب بلاستيكي صغير سوف نحاول تثبيته مع المحرك هكذا هكذا كما ترون أصبح ثابت بشكل جيد. على العموم الآن سوف نمر إلى تجربة هذا الخلاط أو لا أعرف تسميته، سوف نقوم بتجربته. لاحظوا معي هذا هو المجز فهو موجود بالداخل. على العموم الآن سوف نقوم بتجربته. إذا لدينا هنا كمية من عصير التفاح مع الحليب على سبيل المثال، وهذا هو الخلاط الخاص بنا، نقوم بصب كمية أو نقوم بصب هذا العصير إن صح التعبير بداخل هذا الإناء. بطبيعة الحال سوف نقوم بعملية الإغلاق، وهذه المجسات سوف تنغلق في مكانها هكذا، وكل ما عليك بطبيعة الحال هو وضعه فوق الحامل وسوف يبدأ بالاشتغال بشكل أوتوماتيكي. الآن كما ترون يتم تحريك العصير بسرعة ضعيفة جدا، يتم إمداد الطاقة من خلال ذلك الشاحن وتمر عبر هذه الأسلاك كما ترون. على العموم فهذا الكأس أو هذا الخلاط فهو يمنع تخثر العصير أولا، ثانيا يمنع ترسب على سبيل المثال نزول الحليب للأسفل وصعود الفواكه، فذلك يوفر لك عصير رائع جدا. بمجرد أن تقوم بحمل هذا الكأس يتوقف بشكل أوتوماتيكي، ويمكنك إزالة هذا المحرك بشكل كلي كما هو مبين. ومبروك عليك الحليب الطازج، بالصحة والراحة.